لما حصلت التعديلات على القانون، في رأي بقى هنا حضرتك يعني الأستاذ رجب نفسه كمستشار لرئيس المصلحة، أبرز التعديلات اللي بتراها دي الأكثر أهمية والأكثر تأثيراً؟ أبرز يعني مثلاً لما نيجي النهاردة إن أنا بقول للمستثمر إن النهاردة عشان نتكلم، أنت في اتفاقية الجات، أنت مشترك في اتفاقية الجات، طب أنت علشان تخش اتفاقية الجات لابد أن يكون هناك منتج يعادل المنتج الخارجي طبعاً عشان أعرف، وبالتالي نفسي حتى تستطيع أن تنافس بالجودة. فبالتالي أنا النهاردة لما بعلق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والوعدات المستوردة من الخارج، وفي حالة استخدامها في الإنتاج خلال سنتين بيتم إعفاء الضريبة بالكامل، ده بالتالي ده حافز زي ما حضرتك أشرت في التقرير أنه يعد حافز صناعي وفي نفس الوقت حافز استثماري. طبعا لأن بيساعد على أول حافز صناعي استثماري إزاي؟ إن أنا بعمل توسع داخل المنشأة ذاتها. لو بشتغل بخط إنتاج واحد ممكن أقدر أجيب خط إنتاج تاني وأبدأ يكون عندي عدد الوحدات أعلى، بالتالي التكلفة بتقل، بالتالي أقدر أستطيع إن أنا تكلفة تنافس في العالم الخارجي برضو. ده جزئية. طيب هتقول لي ايه تاني؟ لما انا النهاردة عفيت السفن اللي تمر بقناة السويس من الضريبة، بالتالي ده برضو بتأدي الى حركة البواخر العابرة بقناة طبعا السويس، بالتالي ده بتأدي الى ارتفاع الصادرات والواردات، بالتالي برضو دي مهمة جدا بالنسبة لي. طيب ايه تاني؟ لما انت النهاردة عملت المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي انشأت بالقانون 83 لسنة 2002، لما عملتها معاملة المناطق الحرة بمعنى عفيت السلع والخدمات التي ترد إلى هذه المنطقة، بالتالي هنا هتؤثر بالتوسع الاستثماري والتوسع الصناعي في تلك المنطقة. كلام برضو جميل. دي برضو هتؤدي إلى إيه؟ هتؤدي إلى جزئين، جزء اجتماعي إن أنا هتشغل جزء طبعا من المخرجين، لأن عندنا سوق، يعني المخطط أن هناك تكون هناك سوق تستوعب فرص. مخطط تستوعب 800 ألف خريج من جميع الفئات من جميع الفئات. فبالتالي هنا لما كيف يتم استيعابهم؟ من خلال الاستثمارات. كيف يتم ذلك؟ من خلال تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين، بالتالي الدولة بترد له جزء سواء كان في الضريبة أو في سواء في تخفيض سعر الضريبة أو في سواء دعم صادرات، ان الدوله بتتنازل عن جزء من مواردها اللي هي موارد الخزانه العامه للدوله ويعاد الى المستثمر مره اخرى، فالمستثمر بيعيد استثماره هي لكي تدور عجله الانتاج. عندما تترك اموال للمستثمر هو ليس بتؤثر بالسلب على الحصيله الضريبيه، ولكن هي بتعود في جزء اخر من تقليل البطاله طبعا. بتؤدي الى معدل نمو، بتؤدي الى خلق فرص استثماريه وتوسع وانتشار للسلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية، بتؤدي إلى أن العرض من السلع والخدمات تكون أعلى والطلب منخفض، بالتالي بتنخفض السلع، هيحصل لي وفرة من المنتجات والخدمات من ناحية للاستهلاك المحلي، ومن ناحية أخرى أن أنا بزود العائد التصديري بتاعي.